اتفضلي. منى عبد الله عضو مجلس النواب عن لجنه المشروعات الصغيره والمتوسطه. النهارده يعني حابه اولا اهني حضراتكم بشهر رمضان الكريم، وحابه اقول يعني سنه ان شاء الله رمضان كريم وسنه سعيده علينا جميعا ان شاء الله، بعيدا عن استغلال او بعض الاحتياج المواطنين وجشع التجار، لان ده امر مرفوض تماما. والنهارده شهر يعني على مدار يومين شفنا تصريحات فخامه الرئيس اللي بتشدد العقوبه على من يسوي له نفسه استغلال احتياج المواطنين، زياده الاسعار بشكل الكبير جدا جدا جدا. حقيقي احنا كمان لجنه المشروعات ده امر يهمنا بشكل مباشر لسببين. السبب الاول لان احنا يعني معنيين باصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطه في مصر، واللي احنا بنقول ان من خلال تعزيز اعمالهم ده بيسد احتياج كبير جدا للمواطن، سواء في مجال بقى الصناعه او الزراعه او الخدمات وغيره. لان زي ما حضرتك عارف ان لجنه المشروعات بتتعامل على النشاط وليس بتتعامل على المشروع نفسه، يعني بتتعامل على النشاط عموما. وارد يكون في نشاط صناعي، وارد يكون في نشاط زراعي، وارد يكون في نشاط خدمي. وده الامر اللي بيهمنا ان احنا كمان بدلنا رقاب نكون مراقبين على هذه العمليه دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا بندعم اصحاب المشروعات الصغيره اللي بدورهم هم كمان بيدعموا منتجاتهم او بينزلوا منتجات الناس محتاجاها وباسعار كمان معقوله جدا للناس. فاعتقد ان احنا معنيين بشكل كبير جدا 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 ومهتمين، وده امر يعني اعتقد بالغ الاهميه وكل الناس بس محتاجاه. ما عادش في مواطن هيستحمل الغلاء البشع اللي احنا بنشوفه من بعض التجار. كمان تصريحات فخامه الرئيس دعمتنا بشكل كبير جدا ان احنا نقدم دورنا الرقابي بشكل فعال وبشكل كبير جدا لصالح المواطن المصري. تعزيز فكره الصناعه ان احنا نشتغل على او ان المنتج اللي يتم تداوله بسوق يكون صناعه مصريه، ده بيخفض جدا جدا التكلفه دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بيخلي في سهوله لتوفير المنتجات في السوق، وده اللي بيخلي التجار مش قادر يحتكر المنتج نفسه، لان توفير المنتج والبدائل بتاعته بتخلي مفيش منتج واحد موجود، لا في العديد من المنتجات، عشان كده هم ما بيقدرش يحتكر هذا المنتج. دعمنا لاصحاب المشروعات الصغيره والتجار لتقليل الاسعار بشكل كبير جدا جدا جدا. تسديد العقبات، كمان القانون الجديد بيقلل من الضرائب المطروحه على اصحاب المشروعات، وده بيخلي كل ده في النهايه بيقلل مصروفات التشغيل اللي موجوده عند صاحب المشروع.